السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا ومرحبا بكم. شرف بكم اخواني، معكم زياد هادي الاستاذ، استاذ آلة العود والنظريات في محل الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. اليوم عندنا موضوع جديد واللي هو كيف انه تقوي صوتك. تقوية الصوت هي يحتاج لها طبعا كثير من الأمور، اللي هي من ضمنها التمرين الأساس، أولا التمرين، ثانيا معلومات، ثالثا كثير من العوامل اللي هي للساعد في تقوية الصوت، اللي هي من ضمنها الابتعاد عن مثلا الأمور في الأكل، يعني في خاصة في الأكل، يعني تبتعدون من أمور كثير من ضمنها الحر، أو مثل ما نقول احنا في العراق نقول الفلفل الحار، او مثل ما يقولون في دول المغرب العربي يقولون الحر. فهذه الامور لازم تبتعد انت من ادها، لان هذه الامور جدا ترهق الصوت والتعب، اضافه للسهر، اضافه للماء البارد، وايضا يحتاجك على طول تمرن وفق تمرين اللي هو دائما راح اعطيكم اياه. هذا التمرين، التمرين هذا يعطيكم اياه، بس لازم يعتمد على النوتات الموسيقيه. يعني مثلا دا هذا قوي، لكن قبلها انت لازم تاخذ نفس. ري مي فا صول لا سي دو هكذا. يعني تاجك تصيح، تاجك تغني، تاجك تتمرن، دائما عندك آلة موسيقية معاك تقوي صوتك حتى تسمع زين. لذلك دائما نأكد عليكم واحنا حاضرين، اللي يريد يطور موهبته في الغناء جاهز أنا، وموجود رقم الواتس الأب أو واتس أب موجود تحت الفيديو، وحاضر إذا تحبون تشتركون، وهي 8 محاضرات شهرياً. أهلا وسهلا بكم ويا مرحبا، وتشرب بكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم مرة أخرى، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.